السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ النهارده هنعمل مستردة. عندنا خردل وعندنا كوباية مية دافية على حسب الكمية اللي انت هتعمليها طبعا. عندنا نص كوباية خل ابيض، وعندنا معلقة سكر وربع معلقة ملح، وعندنا بصل بودر، توم بودر، بابريكا، كركم. هنقول التوابل تاني. عندنا بصل بودر، معلقة بصل بودر، معلقة توم بودر، معلقة بابريكا، ومعلقتين كركم. وهكتب لكم الوصفة برضو والمقادير تحت الفيديو. وادي معلقتين سكر، وادي ربع معلقة ملح، وهنا ربع كوباية خل، وهنا كوباية مية لازم تكون دافية بالغرفة، درجة حرارة الغرفة. وعندنا ده الخردل اهو، وشوحته على النار. طبعا الخردل الاول تشويحة بسيطة جدا، يعني ما نخلوش يتحرق، يبقى بنفس اللون ده كده تشويحة بس، يشم النار حاجة بسيطة جدا، يبقى كده اهو. هجيب دلوقتي الخردل وهضربه ايه في الكب في المطحنة اللي عندي. يا حبايبي افضي حبة حبة. اهو يا حبايبي، بعد ما طحنته في المطحنه بتاعت الخلاط، طبعا انت شفتيني وانا بطحنه، بص بيبقى بقى بالايه، بالنعومه دي، عامل زي الدقيق. بص يا حبايبي عامل زي الدقيق. طبعا هجيب هنا بقى عندي بوله ايه، احط فيها ايه الخردل بعد ما طحنته. وادي التوابل بتاعتي، ادي اهو الخردل اهو بعد ما اتطحن، شايفين يا حبايبي عامل ازاي زي الدقيق. وادي هنا عندي معلقه البصل بودر والثوم بودر والبابريكا والكركم، كل واحد معلقه اهو. هنزل بالتوابل اهي، كل التوابل اهي، وعندي هنا السكر والملح اهو، معلقه سكر وربع معلقه ملح على حسب ما انت عايزه الملح برده. وعندي هنا النص كوبايه خل هضيفها، ماشي يا حبايبي. وهنا عندي الميه، هنزل بالميه على حسب عشان هقلب. دي مستردة يا حبايبي، احلى ما تشتريها من بره. بره بتتباع ب50 جنيه، انت هنا حاجات كلها طبيعية ومفيدة. هزود مية، هحط ميه عشان تقيله، حبه ميه تاني طبعا عشان انا عامله كميه. السمك اهو انا عشان عايزه اوريلكم السمك بتاعها، على فكره ريحتها حلوه جدا، عامله زي بتاعه بره واحسن كمان على فكره، جميله جدا، انا ولادي بيحبوها جدا على فكره. سلام بقى على البطاطس، على الشاورما، خطيرة. وهعمل لكم برضو كاتشب
بالطماطم بقى الحلوه، مش بايه، مش بصلصه الطماطم البرطمانات، يعني صلصه الطماطم دي مش حلوه على فكره، اعملها لكم طبيعيه. يعني انا عندي ولادي بيحبوا الحاجات دي جدا. بصوا يا حبايبي، بصوا السمك بتاعها عامل ازاي. عايزه ميه تاني زي ما انت تحبي، عايزه تزودي ميه، عايزاها تبقى بالسمك ده زي ما انت عايزه. طبعا انا بنوتي هي اللي بتزود لي الميه بس يا حنين يا حبيبتي، بس يا هو. الشيف حنين بيساعدني. بصوا كده، لا ما تحطيش ميه تاني يا شيف حنين. بصوا يا حبايبي مفيش اي تلجيع ولا اي حاجه. بصوا وهكتب لكم كمان المقادير كلها تحت الايه الشريط بتاع الفيديو. بصوا يا حبايبي بقت عامله ازاي. بصوا بصوا، عايزه بس تتقلب جامد. انا عايزه اقول لكم ريحتها جميله جدا، يعني انا عايزه ادوقها دلوقتي. هي ممكن تضربيها في الخلاط لو ايه مش قادره كده، ممكن تضربيها تديها سنه في الخلاط. ممكن اضربها في الخلاط عشان ايه تديكوا ايه النعومه، بس هي ممكن ما تضربهاش. هي بصوا بقت حلوه، شايفاها جميله كده. انا كده حطيت يا حبايبي كوبايه وربع ميه، خلي بالكم كوبايه وربع ميه، وهكتب لكم برده المقادير تحت الفيديو عشان تعرفوا المقادير كويس بالظبط والكميه قد ايه. مركوا بقى التعليقات الحلوه بتاعتكم بقى عشان اعمل لكم ايه الكاتشب ان شاء الله برضو. بصي حبايبي بكميات بسيطه ومكونات بسيطه، ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير. هحطها لكم في البرطمان، عندي البرطمان اهو، تقعد 3 ايام في التلاجة، هحفظها هنا في البرطمان، قبل ما تاكلوها تحطوها 3 ايام في التلاجة وبعد كده ايه تستخدموها. ماشي يا حبايبي. حبايبي بعد ما عملتها اهي، انا ضربتها في الخلاط شوية عشان حسيتها تقيلة شوية. بصوا بقت عاملة ازاي. طبعا انا حطيتها في البرطمان ده اهو، بصوا عاملة شكلها عامل ازاي، جميلة جدا جدا. هتتحط بقى في التلاجة لمدة 3 ايام عشان تخمر، وبعد كده تاكلوها وبألف هنا وشفا، جميلة جدا هتعجبكم. اعملوا بقى لايك وشير عشان اعمل لكم بقى الكاتشب باذن الله، واعمل لكم حاجات كتير حلوه ان شاء الله بدل ما تجيبوها من بره. مع السلامه.